لم تقف الشاشة عائقا أمام ترحيب المشاركين في الذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بالرئيس سعد الحريري، والعناوين السياسية والأمنية طبعت كلمته من سلاح حزب الله إلى سلاح فتح الإسلام وقانون الانتخاب وقيام الدولة اللبنانية. لا تتراجع عن مبادئ الرابع عشر من آذار، لا تخذل الشهداء، ولا تسلم لبنان لتجار الطائفية والفساد والممانعة، قال الحريري. دماء رفيق الحريري ودماء شهداء 14 آذار أقوى منهم جميعاً، أقوى من أحزاب السلاح، وأقوى من مخططات الأسد والمملوك لتخريب لبنان. هناك من يسقط علم لبنان ليرفع أعلام الطوائف، أضاف الحريري، لكن علم لبنان سيبقى هو الأعلى، وسيبقى لبنان أولاً وفوق الجميع، معتبراً أن السلاح هو أم المشاكل في لبنان، من سلاح حزب الله وترسانته إلى السلاح الموجود لدى مجموعات صغيرة بحجة أن الطرف الآخر مسلح. وإن انتقد سلاح حزب الله أكد العمل على منع الفتنة السنية الشيعية. إنه العيب السياسي والوطني أن تصبح الطائفة هي البديل عن الدولة، أو أن يتقدم الاحتكام للطائفة والمذهب على الاحتكام للدولة ومؤسساتها في كل شيء. وحزب الله يرفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بهذا الواقع، ويتمسك بمعادلة كل السياسات بخدمة السلاح. هو مستعد لتقديم رشوة وزارية لرئيس الحكومة على حساب حصة الحزب لقاء أن تتشكل حكومة لا تقترب من موضوع السلاح. وهو مستعد أيضاً لمجارات حليفه ميشيل عون بقانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات ليضمن بقاء البرلمان تحت سقف السلاح. وهو مستعد لأن يمرر تمويل المحكمة الدولية في الحكومة ويتناسى لوليد جملاط حملاته السابقة وموقفه المتشدد من نظام الأسد ودور إيران في قمع الشعب السوري لقاء أن يبقى السلاح خارج التداول. تقتضي أن أنبه إلى أن مخاطبتنا لحزب الله لا تستهدف أن تأخذ الطائفة الشيعية بجريرة هذا الحزب. المحكمة الدولية ستستمر بعملها وإن لم يسلم حزب الله المطلوبين، أكد الحريري مستغرباً كيف يرضى الحزب ألا تكون الدولة المرجعية لكل المواطنين. هل يعقل أن يمنع حزب الله حتى اليوم تسليم المتهم بمحاولة اغتيال بطرس حرب؟ إن أي إنكار لوجود وظيفة مباشرة لسلاح حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية هو إنكار فاضح لجوهر المشكلة. نظام بشار الأسد سيسقط حتماً، قال الحريري، وسقوطه سيكون مدوياً، مؤكداً عدم تقديم أي تنازلات لمصلحة أحد إلا للبنان وللقانون وللمؤسسات العسكرية وللعش المشترك ولرسالة لبنان. رح نعمل الحلم حقيقة هو شعار الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد الرئيس الحريري، احتفال بيال حضرته قوى الرابع عشر من آذار مجتمعة وإن غابت قيادات الصف الأول لأسباب أمنية. 14 آذار الحاضرة إذن ألقى باسمها الدكتور فارس سعيد كلمة استهلها بتحية إلى الشهداء من رفيق الحريري إلى وسام الحسن. لبنان في خطر، قال سعيد، لكنه أكد أن من كانوا رواد الثورات لن يجلسوا اليوم على مقاعد الانتظار. جاهرت قوى 14 آذار منذ 2005 ببناء الدولة، حلم راود قياداتها وجمهورها، وبعد 8 سنوات عاد الحريري ليؤكد أن الحلم سيتحول حقيقة.